تسلم فخامة الرئيس هافاجن خاشتر توريان رئيس جمهورية أرمينيا أوراق اعتماد سعادة الدكتور ناصر محمد البلوشي سفيرا لمملكة البحرين لدى جمهورية أرمينيا والمقيم في روما. وقد نقل سعادة السفير إلى فخامة رئيس جمهورية أرمينيا تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والعافية ولبلاده وشعبها الصديق المزيد من التطور والازدهار، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها مع جمهورية أرمينيا في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. من جانبه كلف فخامة الرئيس فهاجن خاتشاتوريان سعادة السفير بنقل تحياته إلى جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين حكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار، متمنيا لسعادة السفير كل التوفيق والنجاح في مهام عمله.